أنا قبل ما أقول شعر أريد أن أوجه لأمة الإسلامية كلمة تجتاز بها محنة التي نعيش فيها. فإني أرى أن الأمة الإسلامية الآن هي التي جرأت خصومنا على إهانتنا، ولو أنها عرفت فينا حمية تقف أمام هذا الزور والبهتان لما اجترأت على ذلك. وأحب أن أستتيب أمتنا وأستتيب أمة الإسلام في كل الأخطار أن ترجع إلى أحضان ربها إن أرادت أن ينصرها الله، لأن الله قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإن رأينا جند الإسلام قد انهزم في أي معركة فاعلموا أن شرط الجندية قد اختل، اختل شرط الجندية في أحد ورسول الله بينهم، ومع ذلك نالهم ما نالهم من هزيمة لم يشفع لهم في تخلف قانون الجندية عندهم أن رسول الله بينهم، ولم يؤذ رسول الله في معركة مثل ما أذي في أحد. فلو أنهم انتصروا كما نحب لهان أمر رسول الله عليهم، ولكنهم أدبوا لأن الله لا يمكن أن يخذلنا ونحن معه وإن جندنا لهم الغالبون. فأنا أريد من أمة الإسلام أن تعيد تاريخها، تاريخها الماضي، وأريد منها أن تكون عندها رجولة إيمانية فتقول يا رب إننا جانبناك في الماضي والآن نعاهدك أن نستقبل الإسلام كما تحب أن يستقبل به، وأن تكون الكلمة الإسلام هي العليا في كل أمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا رشدنا لنعود إلى أحضان الله لنسود به الدنيا كما ساد أولنا. هذه الدنيا في نصف قرن يفتحون نصف العالم ويقفون أمام حضارتين عظميين في وقت واحد، فارس في الشرق والرومان في الغرب. الله سبحانه وتعالى يعيد لنا رشدنا، الله سبحانه وتعالى يجعلنا قادرين على أن نعلن توبتنا توبة نصوحة. وإنما إن شاء الله حين تصح عزيمتنا على هذه سينصرنا الله. لا تقولوا لا كيف نعد، الله لم يقل أعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم، قال أعدوا لهم ما استطعتم ثم اتركوا الباقي علينا أن يعذبهم الله بأيديكم. ولذلك أدلنا الله على عدة قوية، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وإذا ما ألقى الله في قلوب الذين كفروا الرعب أصبحت أسلحتهم لنا. أسأل الله أن نثوب وأن نتوب وأن نحيي هذه الذكرى بالتوبة النصوح برجولة إيمان. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هكذا يطلب منا الحق سبحانه وتعالى، يطلب منا الحق أن نتضرع إليه عند الشدة. فاللهم تضرعا يغفر لنا تهاوننا في الماضي لنستألف علاقتنا بربنا ونصبح أمة مسلمة بحق حتى نستطيع أن ننتصر على الدنيا كلها بحق، والله ولي التوفيق. وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا، آسف أن يقول سلبي، أريد منهم أن يعلموا أن الملك له بيد الله يؤتيه من يشاء، فلا تآمر لأخذه ولا كيد للوصول إليه. فإن الحق سبحانه وتعالى حينما حكى حوار إبراهيم للنمروز ماذا قال له؟ أو كالذي حاج إبراهيم في إيه؟
في ربه وهو كافر. قال أن آتاه الله الملك. فالملك حين ينزله الله قال يؤتي الملك من يشاء، فلا تآمر على الله لملك ولا كيد على الله لحكم، لأنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله. فإن كان عادلا فقد نفع بعدله، وإن كان جائرا ظالما بشع الظلم وقبحه في نفوس كل الناس فيكرهون كل ظالم ولو لم يكن حاكما. ولذلك أقول للقوم جميعا إننا والحمد لله قد تأكد لنا صدق الله في كلامه بما جاء من الأحداث، فكيف كنا نفسر قول الله ويمكرون ويمكر الله، وكيف كنا نفسر إنهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا. الله يريد أن يثبت قيوميته على خلقه، فأنا أنصح كل من يجول برأسه أن يكون حاكما، أنصحه بأن لا تطلبه، بل يجب أن تطلب له. فإن رسول الله قال من طلب إلى شيء أعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. يا سيادة الرئيس، آخر ما أحب أن أقوله لك، ولعل هذا يكون آخر لقائي أنا بك، إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعينك الله على أن تتحمل.